وفي إسرائيل أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس لتصل إلى 143 حالة. وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم جلسة مباحثات مع عدد من الوزراء من أجل اتخاذ خطوات جديدة لمواجهة الفيروس، علما أن الحكومة أعلنت عن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات حتى منتصف أبريل نيسان المقبل. نعقد جلسات ونتخذ قرارات على مدار الساعة، بما في ذلك في ساعات الصباح وبعد الظهر. قدنا جلسات متعددة المشاركين، ولكننا حرصنا على مسافة متر بيننا وبقدر الإمكان مترين. سنعقد يوم الأحد جلسة لمجلس الوزراء من خلال الفيديو كونفرنس من أجل الحفاظ على هذه المسافة. نعطي مثالا يحتذى به للمواطنين، ونأمل أن كل واحد منكم سيتصرف وفقا لهذا النهج.